المالية ندعم إنشاء منصة قارية للحوار حول آليات التمويل المبتكر للقطاع الصحي في إفريقيا. التخطيط: نستهدف زيادة مشاركة المرأة ل30% في مجالس الإدارة بحلول عام 2026. وزارة التعليم تؤكد استمرار المراجعات النهائية المجانية للثانوية العامة. وزيرة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين تشكر مصر على مساندة ودعم القضية الفلسطينية. الأرصاد تؤكد موجة شديدة الحرارة تبدأ الأربعاء المقبل وتستمر 10 أيام.